كيفك فادي؟ أهلين، تمام الحمد لله. أنت شو الأخبار؟ والله الأخبار تمام. خير شو في؟ لقينا مايا. لقيتها؟ وين؟ بس صير عندك سلل بدك إياه. ليش هي إمتى جاية وكيف؟ قريبا جدا رح تصير هون. جهز لي حالك. طيب طيب ماشي يلا. فادي شو في؟ احكي. هذا الياس ما هيك؟ لا مايا. وشو ناوي تساوي؟ يا ريان، مش قلت لك يا ابني تطلع المستشفى؟ انت لسه هنا ولا ايه؟ كان اسهل علي يقول انها عم بتخونني، بس طلعوا الكل اللي عم بيخونوني. هيدا هو يلي تخليتي عني كرماله. انا ايه مع الحمام. شو بك؟ ابدا ولا شيء. صار لي سنين بعرفك. اذا فيك تكذب علي علي ما فيك تكذب. ومين قال اني عم كذب عليها؟ ما هي مرتي وحبيبتي وام ابني قريبة. شو كان فيي اعمل يعني؟ انت بتعرف انه انا بحبك. بحبك الك. متجنب فهمني، اياد بعمره ما لمسني ولا يمكن يلمسني. رح اقول لك للمره المليون، زواجنا كان لعبه بلعبه. بس توصل لعندك. لك حتى قصه حملي كذبه. اياد ما عنده هم بهالدنيا غير انه يدمر لمار، مش رح يوقف قبل ما يوصل للي بده اياه.